الأخبار من الحدث. نساء وأطفال في سجون الحوثي، ورابطة الأمهات تكشف حرمان المدنيين من الرعاية الصحية، ووفاة 14 منهم. مع التشكيك بولائهم، ميليشيا الحوثي تلاحق وتعتقل عددا من ضباط المخابرات في صنعاء. استئناف حركة سفر اليمنيين من وإلى السعودية عبر منفذ الوديعة البري بدءا من غد الأربعاء. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى الحدث اليمني، والبداية من إصدار وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً يجيز إجراء معاملات تشمل الحوثيين في اليمن حتى تاريخ 26 من فبراير القادم. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن بدأت في مراجعة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمات إرهابية، وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار، حيث تخشى منظمات إنسانية من أن يؤثر تصنيف الجماعة على عمل المنظمات الإغاثية وقدراتها على إدخال المساعدات. أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، ووصفت الخارجية الهجوم الذي شنته الميليشيات الحوثية بالغادر، وبأنه عمل خطير ضد المدنيين ينافي جميع الأعراف الدولية، معلنة عن تضامن السودان مع السعودية ووقوفه إلى جانبها ضد كل التهديدات التي تطال أراضيها. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن استهداف الرياض بصواريخ موجهة لا يمكن وضعه في إطار الحرب الدائرة في اليمن، بل هو استهداف عن سابق إصرار وتصميم لإحدى أكبر العواصم العربية، وذلك انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه السعودية على مستوى المنطقة. أشار أيضا إلى أن هذا النوع من الهجمات لن يؤدي سوى إلى مزيد من التضامن العربي على مواجهة ما تتعرض له المنطقة من اليمن إلى لبنان. دعت رابطة أمهات المختطفين إلى الضغط لإطلاق سراح المختطفين والأسرى، وذلك بالتزامن مع مفاوضات عمان بين وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي لبحث ملف الأسرى والمعتقلين. وقالت الرابطة في بيان لها أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها عبر تنفيذ حملات اختطاف كبيرة شملت 145 مدنيا في منطقة الحيمة فقط بمحافظة تعز. صاحبتها مداهمات للبيوت وتفجير وإحراق بعضها وترويع النساء والأطفال، وفق بيان رابطة أمهات المختطفين. البيان أشار إلى وجود 725 مدنيا مختطفا، بينهم امرأتان و127 مختطفا مريضا و119 مخفيا قسرا في سجون ميليشيات الحوثي. الرابطة دعت الأمم المتحدة للضغط لإطلاق سراح النساء المختطفات فورا وبدون شروط، إضافة إلى الكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسرا وتمكينهم من حقوقهم دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة. طلب البيان بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى بشكل عاجل، بعد أن وثقت الرابطة منذ العام 2016 وفاة 14 مدنيا مختطفا جراء حرمانهم من الرعاية الطبية في سجون الميليشيات. من القاهرة ينضم إلينا وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية أستاذ نبيل عبد الحفيظ. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني ربما الحديث هنا عن رابطة مرابطة، يعني لم تجف دموعهم والشمس أكلت رؤوسهم كل يوم وهم أمام كثير من المنظمات للحديث عن كم المختطفين وكم المعذبين وكم المخفيين، لكن هنا الحديث يكون أكثر عمق عندما نتحدث عن أمهات تختطف بأطفالها في سجون لا يوجد فيها أي معايير للإنسانية، يعني تحديداً يمكن في سجون الحوثي أكثر تعذيباً وبشاعة. نريد منك يعني حتى على الأقل أرقام، إلى ماذا وصلت هذه الرابطة؟ تصدر بيانات عدة ولا يوجد أي استجابة. بداية أسعد الله مساك أختي أسماء، أنت وجميع السادة المشاهدين. حقيقة رابطة أمهات المختطفين من المنظمات المجتمع المدني التي تحظى باحترام شديد لدى وزارة حقوق الإنسان، ونحرص كثيرا على الجلوس مع أخواتنا وأمهاتنا الموجودات
ضمن هذه الرابطة التي تعمل ليل نهار وتعمل بروح الأمومة وتعمل بهذا الجهد الكبير للعمل من أجل إطلاق تخفيف معاناة وإطلاق هؤلاء المختطفين الذين يتزايدون يوما بعد يوم. حقيقة كما أشرت في الوقت الذي نحرص فيه على استيعاب كل ما يردنا من معلومات في وزارة حقوق الإنسان سواء مقدمة عبر المنظمات أو عبر الأفراد حول أشخاص مختطفين أو مخفيين قسرا أو ما شابه، فإننا في الوقت ذاته نحرص على إيصال كل هذه المعلومات إلى اللجنة المعنية بهذا الأمر. لكن تظل الإشكالية الأساسية في هذا الموضوع أن في الوقت الذي يجلس فيه وفد الجانب الحكومي مع وفد الميليشيات، العملية ما زالت مستمرة وعملية الاختطاف مستمرة والاعتقالات مستمرة، وبالتالي وصلوا لشيء أم كالعادة عراقيل أستاذ نبيل؟ دائما ما تحرص الميليشيات في كل جلساتها أولا على ثلاث قضايا نرفضها تماما، وهي الجانب الأول أن تحول هذا الملف إلى ملف ضغط سياسي، ونحن نقول أن هذا الملف لا نتعامل معه إلا كملف إنساني فقط. الجانب الثاني أننا نطالب بإيقاف عمليات الاعتقالات. الجانب الثالث التنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم، وهو العمل على إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن، وخصوصا وقد تجاوزنا أكثر من عامين في هذا الملف الذي تريد الميليشيات أن يستمر ويتواصل كأداء أو ورقة ضغط بأيديهم. طيب في هذا الاتجاه هو على المستوى أيضا أستاذ نبيل، على يعني هذه القضية دقيقة جدا، لأنه يعني على سبيل المثال الآن وهو مثال حي الآن يحصل على الأرض، حي متعز يتم الاختطاف والتنكيل نساء وأطفال وترويع وهدم بيوت على رؤوس قاطنيها، وهم بيتفاوضوا في عمان على مجموعة من المعتقلين الذين اختطفوا قسرا وما زال لم يفرج عنهم. يعني إذا خرجوا ناس بيدخلوا مكانهم ناس آخرين أصلا وبأعداد أكبر. هذا ما نتحدث عنه الآن، وزملاؤنا أيضا حريصين على هذا الجانب. كما قلت لك الآن نحن حريصين على ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى أن هذا الملف ملف إنساني بحت وليس سياسي، ولا يمكن إدراجه كضغط سياسي. النقطة الثانية أن هذا الملف يجب أولا أن نوقف عملية الاختطافات، ثالثا أنه يجب أن ينفذ بشكل كامل بدون تجزئة وبدون دخول في مرحلة وأخرى، لأننا حتى في هذا اللقاء في عمان ما يزال الحوثيون يحرصون على أن نستكمل فقط المرحلة الأولى، وهو ما ننتظر أن يكون. بالعكس نحن نبحث عن أكبر كم ممكن من عمليات الإفراج حتى ننهي هذه المعاناة وهذه الإشكالية وما يعاني فعلا. طيب هذه الأسر يصل حجم العراقيل للأمم المتحدة، يعني الوفود المجتمع الآن في عمان، من يحضر كفيصل بينهم وشاهد عيان على ما يحدث؟ هو الآن مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث هم الفيصل الأساسي في هذا الموضوع، ولذلك نحن نحرص على أن نوصل كل رسائلنا إلى مكتب المبعوث حتى يعمل بشكل جاد لإنهاء هذه الخطوة التي هو ابتدأها في ستوكهولم، ويجب أن يكون حريص على إنهائها كملف أساسي لاتفاق ستوكهولم. يعني هل من المتوقع الآن أن تكون هناك انفراجة بشكل أو بآخر؟ وأصبحت الكلمة ثقيلة على قلبي وأنا بقولها، لأنه لا أريد أن أصدر اليأس لكن الحال يشرح نفسه. كيف يمكن أيضا الضغط الآن في ظل وجود حكومة جديدة تبحث عن مسارات مختلفة، يبدو أن هناك نوع من النشاط، يعني كيف يمكن تفعيل ذلك؟ نحن نحرص على أن نستطيع أن نحقق نوع من التواصل المستمر مع المنظمات الدولية حتى يكونوا فيصلا في هذا الجانب ومساعدين. واللجنة التي تشكلت من قبل أسبوع بقرار من رئيس الوزراء دولة الدكتور معين عبد الملك تتحدث عن لجنة لتسهيل أعمال المنظمات وتسهيل الأعمال الإنسانية والإغاثية، وهو ما نحرص عليه في الفترة القادمة ليكون سبيل من السبل لتخفيف المعاناة الإنسانية ومن ضمنها ملف المختطفين. حي متعز إلى أين وصلت أستاذ نبيل؟
حتى هذه اللحظة طبعا الأمور متوقفة، لكن ما زال الحصار على المنطقة مستمرا والحالة الإنسانية سيئة، وكل ما نقوم به حاليا هو إيصال محاولة إدخال المنظمات المحلية والدولية إلى هذه المناطق لتخفيف معاناة المواطنين هناك وإنهاء هذا الحصار وفك الحصار الموجود على هذه المنطقة بأي شكل من الأشكال. نعم، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت من القاهرة، كنت معنا وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية أستاذ نبيل عبد الحفيظ، شكرا. إلى ملف لا يقل خطورة، هو ملف الألغام، حيث أتلفت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي لغما بحريا زرعته الميليشيا الحوثية في مياه البحر الأحمر. وأكد مصدر في الفريق الهندسي أن اللغم أو اللغم صناعة إيرانية من نوع صدف، وتم اكتشافه عندما علق بشبكة صياد قرب مركز الإنزال السمكي في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة. فلسان ها فلسان غريفته. تم العثور على هذا اللغم البحري من شبكة صياد أمام مرساء الصيد بمنطقة الطائف، وكان اللغم هذا يحدد عشرات الصيادين اللي يمارسون مهنتهم اليومية للصيد للحصول على لقمة عيشهم في منطقة الطائف في منطقة الدريهمي في البحر الأحمر. إلى جانب العشرات من الألغام اللي قد حصلت عليها القوات العاملة قوات الهندسة العاملة في الساحل الغربي، حيث أن الميليشيات الحوثية حولت الساحل الغربي إلى حقل الألغام برا وبحرا، ولم تترك لا مزرعة ولا منزل ولا بيت ولا بحر ولا مركز صيد إلا وعملت فيه ألغام بحرية، واليوم سوف نقوم بتدبيره إن شاء الله. دهمت عناصر ما يسمى بالأمن الوقائي التابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، داهمت منازل العشرات من ضباط الاستخبارات في صنعاء واقتادتهم إلى جهات مجهولة. أوضحت مصادر صحفية أن من بين المعتقلين من تقاعد قبل سنوات ومن رفض العمل مع الميليشيا، ومنهم من طردته الميليشيا من عمله منذ انقلابها على الحكومة اليمنية. المصادر حملت ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين، داعية المنظمات الحقوقية والمحلية والدولية لإدانة تلك الممارسات والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني أستاذ يحيى العابد، أهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، أولا التوقيت، مرحبا. ثانيا اختيار هذه الفئة تحديدا، نحن نتحدث عن ضباط استخبارات، منهم من تقاعد ومنهم من طردته من عمله، وأنت تعلم زوار الفجر كيف يتسللون إلى البيوت وماذا يفعلون. بداية باسم 500,000 مغرد يمني على شبكة تويتر بإعلان الحوثي جماعة إرهابية، نشكر قناة الحدث التي واكبت هذا الجهد الوطني من الناشطين اليمنيين، وباسمهم أشكركم. ثانيا بالنسبة للتوقيت، الجماعة الحوثية بعد إعلانها كجماعة إرهابية تسعى إلى فرض آلية وقبضة أمنية جديدة من خلالها تستطيع أن تعزز من وجودها الأمني وسيطرتها الأمنية والقمع الذي تمارسه بشكل دائم على المواطنين وعلى أبناء الشعب اليمني. الضباط الذين تم اعتقالهم هم ضباط متخصصين في مكافحة الإرهاب وينتمون إلى أحد الأجهزة الأمنية التي تم تحييدها كلية، وهو جهاز الأمن القومي. وتسعى هذه الجماعة من خلال اعتقال هؤلاء الضباط حتى تصل إلى نتائج محاولة أن تستغلهم لتنفيذ مخططاتها، أن يكونوا جزء من أدواتها. وللأسف الشديد من اعتقلتهم ضباط سابقين في أحيلوا إلى التقاعد
في هذا الجهاز الأمني الهام، وبينهم ضباط رفضت هذه الأجهزة أن تقبلهم في العمل، ومنهم من كانوا معها وقامت بفصلهم. الجماعة ليست المرة الأولى التي تمارس هذا العمل البشع واعتقال المواطنين أو الضباط الأمنيين أو ضباط الجيش اليمني إلى سجونها. سبق وأن كشفت وكالة خبر أيضا هذه المهام الخبيثة. الترابط الغريب والواضح اليوم مع بين الحوثيين والشبكة الإرهابية والقاعدة وداعش تتضح من خلال حرصها على اعتقال مثل هؤلاء، وتعتقد أنه تسريب أخبار تبادل أسرى في قيفة أو في البيضاء أو في أكثر من منطقة بين الحوثيين والقاعدة تؤكد أنه هناك اتجاه ويمكن أن يكون اتهام لهؤلاء الضباط أنهم من سربوا هذه المعلومات. ما نعرفه ونحن متأكدين منها أنهم من يتحدثون أنهم كيف هم خارج دائرة العمل يا أستاذ يحيى، أم أنها استمرار في كسر هيبة المؤسسة العسكرية السابقة؟ ونحن نتحدث هنا سابقا لأن هناك حالية بما يسمي نفسه الأمن الوقائي، وخلاص يعني أخذوا كل شيء، هم سلطة فرضت نفسها للأسف الآن. لا نستطيع أن نقول أنها سابقة، هم الجهاز الأمن القومي هو موجود في تحت سلطة الشرعية، مخطوف هؤلاء الضباط كانوا ينتمون إلى هذا الجهاز، وأن تغير المسؤول أو القائد لها هم يمارسون، هم يريدون أن يسقطون هيبة الدولة. لماذا ظلوا كل الماضي جالسين؟ يعني ما جت لهمش فرصة للخروج لأنهم يتحركوا خارج هذه الدائرة، حتى لأنه مطلوبين، وأنت تعرف كيف هي شوكة الحوثي. العمل الإرهابي الذي بيمارسه الحوثي ضد أي شخص يقف ضدهم أو يقف في موقف المحايد يجعلهم محصورين في أن يقبعوا في مساكنهم ولا يتدخلون بشيء. يحدث أن قام عدد من الضباط وغادروا صنعاء واتجهوا إلى عدن، ومنهم اتجه إلى مأرب، ومنهم اتجه إلى الساحل الغربي، ومتواجدين ويمارسون عملهم الأمني، ولكن تعرضت أسرهم للمضايقات. الحوثيين بيمارسوا عملية الترهيب بشكل غير عادي. الحوثيين الآن من خلال توجيهات محمد علي الحوثي لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب اشترت ما يقارب 500 دراجة نارية وعدد غير محدود من الميكروباص، على أساس أنهم يشتغلوا فيها عناصر من المحسوبين على الحوثيين في إيصال المواطنين كعملية النقل ومواصلات، ويستدرجون المواطنين هؤلاء في أحاديث تجرهم وتجبرهم ويقومون بأتباعهم. كل هذا ألا يولد سخط الناس ضد هذه الجماعة التي تمارس كل قبيح؟ يعني لم يعد هناك شيء لم يحصل داخل اليمن. إذا كان ضباط استخبارات ويقمعون بهذا الشكل، فالمواطن العادي أين يذهب؟ هي أصبحت كل أوراقهم مكشوفة، السخط موجود، الحوثيين يشعرون بالسخط هذا. إذا لم يشعروا بالسخط هذا ورفض الناس لهم لما قاموا بهذه الاعتقالات. هم يعملون هذه الأشياء على أساس أنهم يبرروا كما قلت، يعززوا من قبضتهم الإرهابية ومن تركيع المواطنين. الحوثيين يعتقلون الضباط في الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، وفي نفس اليوم يفاوضون في الأردن على أساس إطلاق الأسرى. هم يختطفون من هنا ويطلقون من هنا. لا لا لا، هذه جماعة إرهابية لا توجد لديها ذمة ولا يوجد لديها أي أخلاق. هم عندما يصنفون إرهابيين فهم يحملون طيب هذه. من هي أبرز الأسماء أستاذ يحيى اللي تم اعتقالهم من هؤلاء الضباط؟ لو هناك معلومة. أعتقد أنه أنا أستطيع أن أقول الأسماء، إذا سربت أسماء أو وضحت أسماء أو أعلنت أسماء سيتم التأثير على أسرهم. لذا يتكتم ما نتواصلت مع رئيس وكالة خبر أن يعطيني أسماء، قال أن نحن نتحفظ على الأسماء حتى لو أن نؤثر على أسرهم أو حتى لا يكشف بعض المصادر التي محسوبة عليهم. فهناك عملية ترهيب بشكل عام، وكما قلت لكم هناك إذا حاول أحدهم أن يخرج من صنعاء يا أما يفجروا بيته، يا أما يعتقلوا إخوانه، يا أما
يعتقلوا أبنائه يمارسون القبح بهذا. لهذا لا تجد في الوقت الحالي من يتحرك أو من يرفع صوته في صنعاء. أعتقد بعد هذه الحملة الكبيرة بعد إقرار الحوثيين جماعة إرهابية ستظهر الأصوات، وهذا ما يجعل الحوثيين الآن يمارسون ضغطة أمنية شديدة في بدايتها على القادة العسكريين وضباط الاستخبارات. وسنسمع قريبا عن اعتقالات ستستهدف أيضا إعلاميين وصحفيين وناشطين ومواطنين أبرياء، وهذا هو ديدنهم. طيب وهذا هو مستمر وموجود واقع الحال داخل صنعاء. يعني أنا فعليا بحاجة إلى كلمة سر الحل لهذا اللغز الآن. الناس تقبع بالفعل تحت طائلة السلاح وقضية أنه مهددين، لكن كيف يمكن أيضا الخروج بشيء من الرؤية أنه الآن القاعدة الشعبية تتحرك؟ أعتقد أنه بوادر ما دام أعلنت العصابة الحوثية جماعة إرهابية، أعتقد أنه كل الاتفاقات التي تمت معها أصبحت لاغية وفي حكم العدم. وإن مددت الخارجية الأمريكية إلى يوم 26 فبراير في بعض الجوانب فيما يخص الجوانب المالية والإنسانية التي تتجاوز بها هذه المعضلة، أعتقد فيما يخص الجانب الثاني إذا كان هناك تحرك حقيقي إلى لتحرير الحديدة سيبدأ المواطن يشعر بأن هناك جهد واقعي وحقيقي لتحرير صنعاء. عندما تعمل الحكومة المتواجدة حاليا في عدن على استيعاب والتواصل واستقطاب القيادات التي موجودة داخل صنعاء للتوجه إليها سواء أمنيين أو عسكريين أو برلمانيين أو ما إلى ذلك، هذه الأشياء أيضا تعزز من الناس. الآن أنا سأخرج من صنعاء إلى أين؟ إلى عدن؟ ماذا سيحدث في عدن؟ من سيستقبلني؟ ما هي الإجراءات؟ أعتقد أن هذه نقاط مهمة ومفصلية ضروري أن يتعامل معها بحيث أنه يوصل الواحد حتى لا يظلوا تحت هذه الدائرة. الخروج من تحت دائرة الموت أرحم بكثير مما يحدث. شكرا جزيلا لك من القاهرة. أعتقد أن أي حركة تحريرية لأي محافظة من المحافظات ستعيد الأمل للناس. شكرا، وصلت الفكرة من القاهرة. كنت معنا المحلل السياسي لمن يستضيح العابد، شكرا لك. أعلن منفذ الوديعة البري بدء السماح بسفر اليمنيين إلى السعودية عبر حافلات النقل الدولي، حيث أوضح مدير المنفذ مطلق الصعيري أنه ابتداء من الأربعاء سيتم السماح للمسافرين بالمرور عبر المنفذ في الاتجاهين على متن حافلات النقل الدولي مع الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا. أشار الصعيري إلى أنه تم إبلاغ شركات ومكاتب النقل الدولي بالتعليمات والإجراءات الجديدة. إلى ذلك دشر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم لمساعدة الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم. يستفيد من المشروع نحو 1000 طفل في 3 محافظات يمنية هي مأرب وعدن والمهرة. يهدف المشروع إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية للأيتام وكذا توفير الاحتياجات الأساسية والتعليمية وتوفير منحة نقدية شهرية لمدة سنة كاملة. تم بفضل الله وتوفيقه تدشين مشروع تمكين الأطفال وصمودهم في محافظة مأرب. هذا المشروع الذي سيتم فيه كفالة ورعاية صحية وتعليمية لعدد 400 يتيم في محافظة مأرب ضمن 1000 يتيم تم دعمهم في اليمن من قبل مركز الملك سلمان. المشروع يهدف إلى دعم وتمكين 1000 يتيم ويتيمة من 3 محافظات في الجمهورية اليمنية، وذلك لتعزيز صمودهم وللرفع من معاناتهم. فشكراً جزيلاً لكم، فأنتم نعم العاملين المخلصين الذين يحملون أمانة العمل والإخلاص. وهنا لا يسعنا إلا أن نقدم عالياً ونشكر ونثمن مشاريع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية. قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب أن موجات البرد القارس
تهدد حياة نحو 15,000 أسرة نازحة في 72 مخيم وموقع نزوح في المحافظة. ذكرت الوحدة أنها تلقت بلاغات بشأن تعرض النازحين في مخيمات النزوح إلى مخاطر متعددة، وصلت البعض منها إلى حالة الوفاة بسبب موجات البرد القارس التي تشهدها محافظة مأرب. شكرا لكم على المتابعة. صعب حد يموت من البرد، صعب. شكرا.